يزداد الطلب على خدمات الروبوت لتجنيب الإنسان المواقف الخطرة وتفادي الحوادث، وهذا ما ابتكره باحثون في جامعة فيرجينيا تك الأمريكية. روبوت يؤدي عمل رجل الإطفاء تم عرضه خلال معرض علوم المستقبل التابع للبحرية الأمريكية في واشنطن. صمم الروبوت بحجم وقدرات الإنسان، ورغم ذلك تبقى مهمته محدودة جدا وتنحصر بإخماد النيران. ويعتمد الروبوت على إشارات ليزر لتقدير المسافات بين الناس والعقبات، ولكن تحركه يبقى بطيئا نسبيا نظرا لصعوبة ضمان توازنه. يمكن للروبوت أن يحمل خرطوم المياه ويلحق بفريق الإطفاء، كما بإمكانه أن ينظر من الباب ويجد موقع النار من خلال كاميرا، وعلى هذا الأساس يصوب المياه على مكان الحريق. البحرية الأمريكية مولت المشروع لأنها رأت فيه فرصة لإخماد الحرائق من دون تعريض البحارة لخطر على متن السفن. فالدخان يشكل خطراً كبيراً لأن السفينة لا تحتوي على منافذ للدخان، ما يشكل خطر الاختناق. مشروع استغرق أكثر من 4 أعوام، ويعمل الباحثون الآن على تحسين قدراته، ومدة البطارية من 20 إلى 90 دقيقة. ويصر الباحثون على أن الروبوت لا يعمل بمعزل عن الإرشادات، وهو لا يزال بحاجة إلى تحسين أدائه في تلقيها.